مقبرة في السعودية تعود لأكثر من 30 سنة، شاهد ماذا وجدوا بداخلها. ولكن قبل مشاهدة الفيديو ادعمونا بالإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله. يروي الشيخ عبود العسري فيقول: والله إني لمحدثكم بقصة وإني على يقين بها، ومن حدثني بها عدول وهم من رأوها بأم أعينهم. اسمعوا يا شباب الأمة، قبل شهور تأتي الموافقة على إكمال طريق الحجازة والذي يمر على منطقة تسمى شمرة. وصلوا إلى هذه المنطقة فأوقف عملهم وجود مقبرة قديمة أوقفت إتمام مرور الطريق بشكل مستقيم، فذهبت تلك الشركة إلى محكمة ثم قدموا باستدعاء للاستفتاء في نقل هذه القبور لمكان آخر. شكلوا لجنة من المحكمة ومن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن أعيان البلدة لاتخاذ القرار وليشهدوا على هذا الموقف، وبالفعل صدرت الفتوى بنقل هذه القبور إلى مكان آخر، والذي استدعى نبش قبر تلو الآخر ونقل الجثمان لمقبرة أخرى. بدأوا في عملهم وأخذوا ينبشون القبور قبرا تلو آخر. لم يجدوا في هذه القبور سوى عظام ورفات وروائح تحاكي بقدم هذه المقبرة. كان آخر من دفن في هذه المقبرة شخص منذ أكثر من 30 سنة. نبشوا قبورا كثيرة حتى وصلوا إلى قبره، وهنا كانت المفاجأة. أخذوا ينبشون القبر حتى وصلوا إلى اللحود والصلايا، وإذا بالجميع يكبر الله أكبر الله أكبر. لقد وجدوا صاحب القبر في كفنه كما هو، لم يتغير ولا يزال الكفن كما هو أبيض تخرج منه رائحة طيبة زكية، فضلا عن ما هو داخل ذلك الكفن. أخرجوه من القبر ولا يزال الجميع يكبر الله أكبر الله أكبر. من هو سعيد الحظ الذي كانت لديه هذه الكرامة؟ فتحوا الغطاء ووجدوا هذا الشخص، فعرفه أعيان قريته، إنه فلان ابن فلان، كان قد مات قبل 30 سنة. والله يا أحبتي ما تغير وجهه وجسده، وما تغير أخدوده، وحملوه إلى أبيه لا يزال أبوه على قيد الحياة. طرقوا الباب على أبيه، ثم أدخلوا الولد على الأب، فتح الغطاء عن وجهه، ثم جعله في حضنه وأخذ ينظر إلى وجهه ويكبر ويقول: يا الله ما أعظمك، يا الله ما أكرمك، بعد 30 سنة تعيد إلي ابني، ما تغير منه شيء. حملوه ونقلوه إلى قبر آخر. ثم عاد الصالحون من قومه يسألون أباه: نسألك بالله، ماذا مات ابنك؟ لماذا هذه النهاية؟ 30 سنة لم يتغير في قبره، رائحة قبره طيبة زكية، وكأنه دفن اليوم. اسمعوا يا شباب، اسمعوا يا من ضيعتم الصلاة. قال ذلك الأب: والله إني منذ عرفت ولدي نضج ما تأخر ولا فاتته تكبيرة إحرام ولا فاته الصف الأول، والله إني منذ عرفت ولدي لم أوقظه يوما لصلاة الفجر. يوم آتي لإيقاظه لصلاة الفجر أجده مستيقظا متوضئا، والله ما أتعبني يوما في قضاء الصلاة، محافظا على الصلاة بشكل كبير. والله يا إخواني ويا أخواتي، والله ما نسعد في حياتنا إلا بالدين، إلا بالطاعة، إلا بالعبادة. لن تسعدنا شاشات وقنوات، ولن تسعدنا مباريات وكأس العالم، والله لا نسعد إلا إذا تعلقت قلوبنا بالله، ولن نسعد إلا بالقرب من الله تعالى. اللهم اجعل قلوبنا متعلقة بك، اللهم اجعل قلوبنا متعلقة بك وليس بغيرك. لعلها تكون رسالة قوية لغيرك، فلا تنسى مشاركة هذا الفيديو حتى تكون سببا في توبة بعض الأشخاص وتقريبهم من الله تعالى. هذه المرأة كانت تقرأ القرآن، انظروا ماذا حدث لها عندما وضعت في القبر، سبحان الله. ولكن قبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا الضغط على زر لايك واشتراك بالقناة لكي يصلكم كل جديد.
تلاوة القرآن الكريم هي أعظم ذكر لله عز وجل، فالقرآن الكريم كلام الله، وبه من الجمال والبلاغة والإعجاز ما يدفع المسلمين للتزود من هذا النبع الكريم لمعرفة الله تعالى والتقرب منه جل وعلا. وورد في الحديث الشريف فضل كبير في قراءة القرآن الكريم، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف. رواه الترمذي. ويستحق صاحبه علو الدرجات في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إسناده حسن. هذا فضل كبير من الله تعالى، فعلينا اغتنام هذا الأجر وتبليغه للغير، وغرس محبة تلاوة القرآن الكريم في نفوس أطفالنا يوميا، وتشجيع أبنائنا وأمهاتنا وأزواجنا، ولنسارع في إهداء المصاحف للمسلمين. أما عن قصة هذه المرأة كما سمعتم في العنوان، فهي قصة عجيبة لامرأة إندونيسية مسلمة. فقد ماتت المرأة وتم دفنها من قبل القرويين، وبعد أن أتموا مراسيم الدفن همموا بالعودة إلى منازلهم، غير أن صوتا غريبا استوقف أحدهم وجعله يرجع إلى القبر. وحين وصل الرجل إلى القبر سمع كلاما ينبعث من قبر المرأة، وشاهد نور مضيء يخرج منه، وهو ما جعله ينادي. رجع كل من كان في المقبرة، واقترب أحد الشيوخ من القبر ووضع رأسه على القبر وبدأ يسمع هذا الصوت المبهم الذي ينبعث من الداخل. قال الشيخ: إن رائحة طيبة كانت تخرج من القبر، كما أنه يشعر بتحرك الأرض من تحت قدميه. وحينها التفت الشيخ إلى الحضور وأخبرهم أن ما يحدث الآن مع هذه المرأة هو نعيم القبر، حيث من مظاهر نعيم القبر أنه يفسح للميت في قبره حتى يتسع ويفتح له باب يؤدي إلى الجنة. والدليل على ذلك أنه شعر بالأرض تتحرك من تحت قدميه، وأضاف الصوت الخفيف، دليل على أن العمل الصالح لهذه المرأة يجلس معها حاليا في القبر ويؤنسها. وهذا ما أكده العلماء، حيث قالوا أن المؤمن التقي يأتيه عمله الصالح في القبر ليكون له مؤنسا في قبره ويجلس معه. وعندما سأل الشيخ بعض أقرباء هذه المرأة الميتة عن خصالها وكيف كانت في حياتها، أخبره زوجها بأنها كانت مواظبة على الصلاة، وخاصة قراءة القرآن، حيث لا يمر عليها يوم إلا وقرأت ما تيسر من كتاب الله تعالى، كما أنها لا تفوت قراءة سورة الملك كل ليلة، وهي التي تقي من عذاب القبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لمسلم حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. كما أضاف الرجل أن زوجته كانت تحسن إلى الجميع، وكان سكان القرية يندهشون لها بحسن خلقها. لنكن سفراء لهذا الكتاب، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الكريم، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. وفي الأخير لا تنسى دعم هذا المقطع بلايك والاشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.